نستعرض مع بعض الأول كأس مصر وماذا حدث في كأس مصر خلال هذا الأسبوع. عندنا مباراتين في دور الثمانية، وادي دجلة أمام بتروجيت، والمفاجأة أن بتروجيت يعبر إلى الدور قبل النهائي ويفوز على وادي دجلة 2-1. بالأمس المصري وأسوان في مباراة غريبة وعجيبة، وبعد شوية هنعرض موجز لهذه المباراة. انتهت 2-2 في وقتها الأصلي، ثم 4-5 لصالح أسوان أبناء الجنوب بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.